لم تكن إيران قريبة من إتمام الصفقة كما هي الآن، يقول وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان في جرعة تفاؤل جديدة حيالما تحقق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي. يرتفع منسوب التفاؤل لدى الإيرانيين وحتى لدى مختلف الأطراف. هنا في ميونخ يتحدث عبد اللهيان أمام مسؤولين من شتى دول العالم عن إمكانية نجاح المحادثات غير المباشرة بين بلاده والولايات المتحدة في وقت قريب جدا إذا اتخذت الأخيرة ما يقول إنها قرارات سياسية ضرورية. متفائلون للغاية بشأن نتائج مفاوضات فيينا، وإدارة الرئيس الإيراني الجديد رئيسي لديها هذه الإرادة الجادة لتحقيق صفقة جيدة مع الجانب الآخر نتيجة هذه المحادثات. على الجانب الغربي تدخل باريس على خط التفاؤل وتدعو طهران إلى اغتنام الفرصة للحفاظ على الاتفاق وتجنب أزمة كبيرة. يبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني بذلك في اتصال هاتفي. أما المستشار الألماني أولاف شولتز فيلقي الكرة في ملعب إيران، يرفض استمرارها في تخصيب اليورانيوم ويخلص إلى اكتمال جميع العناصر لصفقة نووية معها. لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات، لكن إذا لم ننجح بسرعة كبيرة فإن المفاوضات قد تفشل. المسؤولون الإيرانيون لديهم خيار، الآن لحظة الحقيقة. أما في المنطقة فثبت حذر ومخاوف. يعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن في الاتفاق النووي العديد من نقاط الضعف التي يجب معالجتها عبر الحوار السياسي لضمان حماية المنطقة والعالم من الانتشار النووي على المدى البعيد، في حين تنبري إسرائيل الرافضة للاتفاق المحتمل وتدعو عبر وزير دفاعها بيني جانس خلال لقائه نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن يخضع ما ستفرزه مفاوضات فيينا إلى إشراف صارم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بعد ترنح طويل يبدو أن أحياء الاتفاق النووي بات وشيكا، تنتظر طهران تصريحا أمريكيا بذلك ورفعا للعقوبات وربما ضمانات بعدم الانسحاب منه مجددا.